الأساليب الصحيحة للتعامل مع الطفل العنيد داخل وخارج المنزل. حلقة اليوم تحمل الإجابة تحت عنوان الريادة في المشروعات الصغرى والمتوسطة، إقامة دورة تدريبية للعاطلين عن العمل. جهاز الحرس البلدي سبها يضبط كمية من الأدوية المنتهية الصلاحية في إحدى الصيدليات بالمدينة. صباح الخير عليكم مشاهدينا ومستمعينا، وين ما كنتم، في بيوتكم، في طريق عملكم، وفي كل مكان تشوفوا فيه في شاشتنا أو تستمعوا لينا عبر الأثير، عبر الإذاعة المسموعة. أهلا بكم من جديد. معرفة سلوكيات الأطفال شيء مهم بالنسبة للأباء والأمهات، سواء كانت سلبية أو إيجابية، ليتسنى لهم التعامل معها وتهذيبها. المزيد في سياق التقرير التالي. يتساءلون عن كيفية التعامل مع طفلهم العنيد. ماذا أفعل حينما يبكي الطفل طوال النهار؟ ماذا أفعل حينما يرفض ابني المذاكرة أو تناول الطعام؟ أسئلة عديدة يطرحها الآباء والأمهات المختصين في سلوك الطفل. العناد من اضطرابات السلوك الشائعة عند الأطفال بحسب المختصين، وهو رفض الطفل تنفيذ ما يطلب منه أو الإصرار على تنفيذ أمر لا يوافق عليه الآباء في الغالب. يبدأ العناد حين يبلغ الطفل عاما ونصف العام أو عامين على أكثر تقدير، حيث يبدأ الطفل بالتحرك واكتشاف العالم المحيط به ومحاولة تكوين شخصيته وبناء العالم الخاص به. السلوكيات التي يبديها الطفل المعاند والتي قد تصبح مصاحبة لدى بعض منهم، كمعاناة الطفل لأمه لأنه يريد أن يثير انتباهها لتحقيق رغبة معينة، مثل أن تشتري له لعبة ما، أو يصر على أن يرتدي نوعا خاصا من الثياب عنادا في أوامر والدته. وهناك بعض الأطفال يعاندون أنفسهم أيضا، خاصة إذا غضب من أمه، لا سيما حينما تطلب منه تناول الطعام، يقوم بالرفض ويصر على عدم تناول وجبته بالرغم من أنه يتضور جوعا، ولكنه يتنازل عن عناده. اتجاهلت الأم سلوكه وتركته على راحته. هذا ما يؤكده أخصائي السلوك النفسي. لمساعدة الطفل بأن يكون طفلا عاديا وغير عنيد، يجب على الآباء والأمهات اتباع الإرشادات التي يوصي بها المختصون النفسيون، كتقديم الأشياء المحبوبة مثل لعبة أطفال أو قطعة حلوى، وإبداء العطف والحنان له عندما يطلب منه القيام بأمر ما. ويجب أيضا على الوالدين تجنب إعطاء أوامر كثيرة في نفس الوقت. حرص الآباء والأمهات على أن يحافظوا على توازن سلوكيات أبنائهم أمر مهم لبناء شخصياتهم المستقبلية وخلق مجتمع سوي بعيدا عن كل أشكال العنف والإقصاء. وللمزيد من النصائح حول كيفية التعامل مع الطفل العنيد، ينضم إلينا عبر الهاتف المختصة في التنمية البشرية سيدة ربيعة المخزوم، وأيضا مديرة مؤسسة 21 مارس لمناهضة العنف ضد الأطفال سيدة إيناس. أبدأ معك سيدة ربيعة المخزوم، أهلا بك. أهلا بك سيدة ربيعة. سيدة ربيعة، إذا كنت في الاستماع. سيدة ربيعة، أهلا بك.
صباح الخير سيدة ربيعة. سيدة ربيعة بداية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. أهلا بك. سعيدة جدا بحضوري معكم ويشرفني أني نكون موجودة معكم في محور نقاش موضوعنا اليوم اللي هو موضوع مهم ويتكلم عليه نقطة مهمة يعاش منها مثلنا بالكامل. ونحن سعداء بمداخلتك معنا لهذا اليوم. سيدة ربيعة بداية يعني ما هي أهم النصائح والإرشادات في التعامل مع الطفل العنيد؟ اولا احنا نتكلم علاش الطفل اساسا اسباب عناد بعض الاطفال في اشياء تكون طبعا احيانا بتكون وراثيه يكون الاب والام على الكتاب ياخذ منهم يكتب الجينات يستثنى الطفل منهم واحيانا يكون الوضع او البيئه اللي تربى فيها الطفل او احيانا يكون المجتمع مثلا سواء كان مثلا الطفل يعني نتكلم عن الطفل ما قبل المدرسه ام الطفل ما بعد المدرسه يعني بدايه دخول المدرسه نتكلم على الفئه العمريه اي فئه عمريه حضرتك انت تناولت احنا نبغى نتكلم على الاطفال في سن السادسه يعني من بدايه دخولها للمدرسه بداية دخول المدرسة طبعا أحيانا العنف نتيجة العصبية العنف اللي يتعرضها الطفل سواء كان في البيت أو في المدرسة أو محيط الأسرة ونتيجة العنف يتعرض داخل المدرسة فيتحول لطفل عنيد هو العناد متاع احنا نفسر ونقوله عنيد هو نوع من التمرد أو نوع من ردة الفعل بالتعبير عن رفض لشيء ما ممكن يكون خاطئ. طيب نفهم من كلامك ان يعني كل الافعال اللي يدير فيها الطفل هي كردة فعل لتعرضه لاساليب عنف. ايه نعم نعم. طيب اذا ما رجعنا الى الخلف قليلا ورجعنا نعم. لسن الطفل في عمر عامين وثلاثة اعوام واربعة اعوام. يعني ما سبب عناد الاطفال في هذه السن؟ العناد احيانا احنا بنرجع نتكلم على الامور العلميه اولا احيانا الطفل من بدايه الحمل به الام لما يكون جنين في بطن امه يتعرض احيانا الام تتعرض لضغوطات او الام عصبيه فالاشياء هذه بيكتسبها الطفل وبيولد بها. فما نقولوش احنا صعب التعامل معها او مستحيل علاجها، علاجها يتم عن طريق التوجيه وعن طريق التربيه وعن طريق الاصلاح تدريجيا فاحنا نحاولوا ان احنا ان نلغوا عمليه العناد وعمليه العصبيه، لكن لو احنا تعاملنا مع الموضوع عناد وتعاملنا معاه بطريقه عنيديه حتى احنا ولقوا كيف احنا عندنا مشكله متوارث عندنا في مجتمعاتنا العربيه خاصه لا ما يغلبنيش، لا ما يمشيش كلمتي عليا، لا كذا. طيب. حتى هو عنده شخصيته احنا ناسين الطفل حتى هو عنده شخصيته، لازم هو يكون شخصيته، لازم احنا نساعدوه لتكوين شخصيته ونوجهه التوجيه الصحيح. يعني عمر العناد ما يورث الصح، ديما العناد يورث العناد، وطبيعي بتكون في ردود افعال هو حتى في الكبار، فما بالك الطفل. اللي احنا زي طيب. ما تقول احنا قاعده عجينه لينا طيب. واحنا بنكونوها واحنا بنبنوها البناء الصحيح والسليم والسوي. نعم سيدة ربيعة ابقي معي سأنتقل إلى السيدة إيناس محمد وهي مديرة مؤسسة 21 مارس لمناهضة العنف. أهلا بك سيدة إيناس. سيدة إيناس أهلا بك. الخير. أهلا بك صباح الخير سيدة إيناس. صباح النور. سيدة إيناس يعني بداية كيف يتم التعامل وإقناع الأطفال العنيدون يعني بأنهم يتلقوا أوامر وأبويهم يعني دون اللجوء إلى العنف يعني؟ طبعا تحية لكم تحية لكل مشاهدين قناتنا في هذا الصباح. طبعا احنا نتمنى أن كلمة عناد أو العنف لا تطلق على أطفالنا، احنا ناس مسلمين والعنف وعياذ بالله كلمة يعني تعتبر منبوذة دينيا صراحة. شيء ثاني الاطفال هم احنا نقولوا يمتص ما حولهم، الطفل حتى قبل ما زال لو احنا نقولوا ما زال حتى لا يعي الكلام او لا يعي الكلام اللي تقول الام او الاب، يعني احنا نحكوا على اقل من سنه فيما فوق، احنا هنا ما نقدرش نقولوا ان الطفل هذا عنيد، بالعكس الطفل عنده شخصيه مستقله. الشخصيه هذه تتمثل في شنو؟ تتمثل انه هو يتقبل الشيء او لا يتقبل، فاحنا شنو نديروا هنا الكبار؟ نفرضوا اللي في راسنا احنا نعاملوا فيه كان الطفل قدامنا كانه هو ند لينا، فنقعد نفرض في اوامرنا وفي الوقت احنا نفسنا ما نتقبلوش اوامر الاخرين في العمل او ما نتقبلوش اوامر الاخرين في الشارع. فديما حكايه ان العند ليس هي عندي وانما هي شخصيه مستقله للاطفال، في اطفال شخصيتهم تكون. طيب كيف يتم التعامل مع الشخصيه المستقله؟ ما هو الاطفال يعني هي شخصيتهم سبحان الله، يعني الانسان يعني حتى لو توأم كل منهم ليه شخصية مستقلة، شخصية جنية. ف
في اللي مرح ويحب يعني يحب احنا يعني النكته او غيره. طيب سيده ايناس ابقي معي قليلا. سيده ايناس سانتقل بهذه النقطه الى سيده ربيعه. سيده ربيعه سيده ايناس قالت بان بعض الأشخاص لديهم شخصية مستقلة وهي الشخصية العنيدة، يعني كيف يمكن التعامل مع هذه الشخصية المستقلة التي قالت عنها السيدة إيناس؟ نرجع أول شيء نرحب بسيدة إيناس الصالح، بارك الله فيها، مشكورة. أثارت نقطة مهمة جدا جدا. الشخصية المستقلة علاش احنا بنصنفها أن هي شخصية عنيدة؟ علاش احنا بنصنفها شخصية عنيدة؟ احنا قاعدين نقول شخصية مستقلة لها ميزاتها ولها مواصفاتها الخاصة بها. الأهم من هذا كله إن الوالد والوالدة مثلا لما يكون عنده نوع من عناد الطفل، شنو السبب وراء العنف العناد بتاعه هذا؟ مش نقول عنف، لأن كلمة عنف زي ما قالت سيدة إيناس تحسها كلمة كبيرة شوية على الطفل. هو الطفل عنيد بتكوين شخصيته، في تكوين شخصيته عنده نوع من العناد، هذا جزء من تكوين الشخصية. لابد أن بالذات راه في شخصيات متميزة من الأطفال تكون لي شخصية خاصة، فإحنا نقول عنيد عنيد بالعكس، هو يبي يثبت وجوده، هو عنده شيء في ذاته يبي يحققه، ما نعتبروش عنادة احنا. المهم احنا زي ما قلت سابقا كيفية التعامل مع هذا العناد عند الطفل. إذا أب والأم مفروض يعرفوا العناد هذا اللي عند الطفل نتاعهم، لما نعرف عن السبب هذا جزء من الحل، يعني لما نعرف سبب نعرف كيف نتعامل مع العناد هذا عند الطفل، أو نعرف آلية التصرف مع هذا الطفل. هي مرات تكون زي ما قلت سابقا ردود أفعال، مرات تكون جزء من تكوين شخصيته، مرات من الطفل عنده رؤية. احنا ديما عادة المتوارث عندنا ما يعرفش ما يفهمش قاعد يصير، بالعكس هو كتلة يحس يفهم ويدرك ويحلل، فممكن هو يرى من منظار ونرى نحن من منظار آخر، ويقيم المواضيع حسب رؤيته هو، حسب بعد نظرة البسيط، حسب سنة أو الفئة العمرية اللي هو موجود فيها. فاحنا المفروض نتعمق في التفاصيل هذه نفهمها باش نعرف نتعامل مع العناد هذا اللي عند الطفل. طيب اشكر السبب جزء من الحل عند الاب والام. نعم اشكرك اذا السيده ربيعه المخزوم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله المختصه في التنميه البشريه. اعود الى السيده ايناس. اهلا بك سيده ايناس من جديد. يعني سيده ايناس، هل هنالك يعني شخصيه عنيده تتولد من خلال مخالطه اطفال يتسمون بالعناد؟ طبعا تحيه من جديد لكم استاذ محمد، تحيه الاستاذه ربيعه بارك الله فيها. حكايه ان احنا ان هم الاطفال يعني يتقمصوا، او الاطفال مثلا الاب لو كان عصبي او يفرض سرايه بالقوه والطفل يلاحظ ويراقب، هو شو بنقول احنا، امتى يتقمص الشخصيه هذه؟ لما بيبدا في دخول سن المراهقه او في 12 سنه بالتحديد، فيصبح هو يتقمص شخصيه الاب ان هي عصبيه، فيفرض يحس ان فرض الراي ويحس ان احنا نقولوا التسلط القوي اللي في شخصيتها يجيب نتيجه، لانه جاب نتيجه مع الام في البيت لما الاب كان متسلط. فاحنا نتمنوا ان احنا ما تكونش الامور هيك في التربيه، التربيه راهو ماهيش تجربه يا خابت يا صابت، لا التربيه بتطلع رجال وبتطلع نساء. لما تطلع رجل ضعيف مشكله، يبدا احنا نقول متخبط في الشغل نتاعه، لما يطلع مثلا ما عادش يقدر يعرف احنا كيف يدير امور اسرته مستقبليا، لما يكون طالب في الجامعه ولا يكون طالب مثلا في المرحله الابتدائيه ولا الاعداديه ويتعرض لاي مشكله، لا قدر الله مثلا زي شنو يتحرش يتعرض، ما يقدرش يفضفض ويحكي، ما تعودش انه يفتح فمه، اتعود ان هو يتلقى الاوامر فقط، عمره ما تعود ان هو يصد شيء او انه. والشخصيه نكملها زي ما هي، نحاول نعطيه خيارات، مش لازم كل شيء بالفرض، يعني الفرض هذا صعب، احنا نفسنا ما نتقبلوش الفرض. طيب نحبوا من يقول نشاوركم يعني، لكن صعب شويه لان احنا نقول كل شيء بالفرض. طيب سيده ايناس، بصفتك يعني مديره مؤسسه لمناهضة العنف ضد الأطفال، يعني هل رصدتم حالات يعني عنف ضد الأطفال من قبل يعني الوالدين؟ أكيد الصراحة شيء مؤسف طبعا لما نقول فيه، يعني العنف راه تفاقم في السنوات الأخيرة، تفاقم جدا نتيجة الضغوطات النفسية اللي يقع فيها ولي الأمر. أقصى درجات العنف التي وصلتكم يعني ما هي؟ لا الحد يعني اسمعني بصراحة، هي مش نسبح عندنا استبيان 13 على بعض المدارس في غابة رافد،
أنا من بيش زي حد نقول أنت في عرض نعم. شديد جدا نعم. على المستوى العالمي يعتبر خطير على المستوى نعم. العالمي. إذا نشكرك السيدة إيناس محمد مديرة مؤسسة 21 مارس لمناهضة العنف ضد الأطفال، وكذلك أشكر السيدة ربيعة المخزوم هي مختصة في التنمية البشرية. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل. تحت عنوان الريادة في المشروعات الصغرى والمتوسطة إقامة دورة تدريبية للعاطلين عن العمل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وإلى فقرة الأخبار من غرفة أخبار النبأ. وككل صباح يعني أنهى زملاء الاجتماع التحريري الصباحي، ولمعرفة أهم ما تم تناوله خلال هذا الاجتماع تنضم إلينا الزميلة أمينة العكاري. أهلا بك زميلة أمينة، صباح الخير. نعم صباح الخير محمد، حياكم الله مشاهدينا بكل خير في هذه الفقرة التي نطلعكم فيها على أهم مقترحات الصحفيين في الاجتماع التحريري. بداية بالملف الميداني، بنغازي تحليق طيران فوق جنفودة، وأيضا مصادرنا في بنغازي تؤكد لنا أن عدد الغارات التي استهدفت منطقة جنفودة أمس كانت تقريبا 10 غارات بحسب المصادر، وأيضا تزايد عدد الجثث يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت منطقة الليثي وجود تقريبا 14 جثة من المدنيين العزل تم وجودهم مقتولين في هذه المنطقة. وأيضا بحسب المصادر هنالك تواجد عدد من الجثث من أهالي مدينة بنغازي مقتولين، وهذه الجثث ملقاة في أماكن القمامة وفي مناطق متفرقة من مدينة بنغازي، أي بذلك يعني استمرار مشهد ومسلسل انتهاكات لحقوق الإنسان والاعتداء على المدنيين من قبل ميليشيات حفتر في العديد من المناطق ببنغازي، ذلك لأنهم يتبنون أو يدعمون مجلس شورى ثوار بنغازي أو أن أبنائهم من مجلس شورى ثوار بنغازي. نعم سوف نتابع الأوضاع الميدانية والعسكرية في مدينة بنغازي، وسوف نوافيكم بأبرز ما سوف يكون من جديد في منطقة بنغازي، وأيضا سوف نتابع الأوضاع في الجنوب والأوضاع في رأس جدير. يشار إلى أن رأس جدير المعبر الحدودي ما بين ليبيا وتونس يشهد اضطراب أمني، سوف ننقل لكم أهم المستجدات في هذا الموضوع. وأيضا بيان استنكار بلدي بنغازي للمجازر التي وقعت في بنغازي. نعم وأيضا سوف نتابع بيان ثوار المنطقة الغربية الذي يدين فيه القصف الأجنبي من قبل الطيران الفرنسي. نعم مشاهدينا هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفقرة، والآن إليك محمد. شكرا لك يا زميلة أمينة من داخل غرفة تحرير قناة النبأ. أما الآن مشاهدينا مع فقرة أخبار البلاد. عقد عميد بلدية ترهون اجتماعا مع موظفي الكادر الوظيفي بالبلدية، حيث تم من خلاله مناقشة عدة مواضيع ذات العلاقة بسير العمل داخل المجلس البلدي، ومن بينها إطلاق العمل داخل البلدية بنظام الإدارة الإلكترونية بين الإدارات والمكاتب بعد الانتهاء من تركيب المنظومات الإلكترونية وتنظيم العمل وتفعيل المكاتب الإدارية بالمجلس البلدي ترهونة. برعاية المجلس البلدي الجربولي ومكتب الإصحاح البيئي بالبلدية، قامت الشركة العامة لخدمات النظافة بتنظيف المكب المتواجد بالحي الصناعي ونقل القمامة ومخلفات البناء إلى الأماكن المخصصة لها داخل البلدية. تتواصل بمدينة درنا حملات النظافة والتي تستهدف عدة مناطق بالمدينة من قبل فرع شركة الخدمات العامة بها، حيث منطقة البلاد بشارع دارنس والجبيلة وشارع الملاهي، كما تتواصل أعمال النظافة ونقل المخلفات
إلى الأماكن المخصصة لها. قام الهلال الأحمر الليبي فرع أباري شعبة الرقيبة بزيارة للمرضى وكبار السن، وذلك لتقديم المساعدة الطبية للمرضى والتي تتمثل في قياس الضغط والعلامات الحيوية للمرضى وكبار السن. كما أطلق الهلال الأحمر أباري حملة طبية تحت شعار بوحدتنا نواصل دربنا، ذلك بالتعاون مع فريق طبي من مدينة بنغازي وشملت تخصصات الباطنة والأنف والأذن والحنجرة بالإضافة إلى العظام والنساء والعيون. كما استهدفت الحملة 1150 حالة بعدد من مناطق البلدية. تستمر في هذه الأيام بالمركز الثقافي المطرد دورة تدريبية بعنوان الريادة في المشروعات الصغرى والمتوسطة والتي تستهدف الباحثين عن العمل. هذه الدورة التي بدأت السبت الماضي تستمر لمدة 6 أيام متتالية برعاية المجلس البلدي الزاوية الغرب وبإشراف إدارة الموارد البشرية بالبلدية وبالتعاون مع شركة ليبتس للتدريب والاستشارات والمؤسسة الليبية الكندية للتنمية. أهلا بكم من جديد، ولتفاصيل أكثر حول هذه الدورة معنا عبر الهاتف المدير التنفيذي لشركة ليبتس للتدريب السيد علي محمد عزيز. أهلا بك يا سيد علي، مرحبا بك. مرحبا بك، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد علي. يعني بداية، كم العدد الذي استهدفت فيه هذه الدورة وما هي الخطوات التي ستقومون بها بعد ختام هذه الدورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى البشير النذير. في بادئ يجب أن نشير إلى أن هذا العمل كانت مبادرة من المؤسسة الليبية الكندية للتنمية، والتي تم إنشاؤها كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في كندا للشباب الليبي الذين يقيمون هناك وأخذوا على عاتقهم المشاركة في التنمية في ليبيا. فقاموا باتصال بشركة ليبتس للتدريب والاستشارات وطلبوا منا تمثيل هذا البرنامج على نفقاتهم الخاصة، وقمنا بتصميم هذا البرنامج وتم تنفيذه في السابق في مدينة البنتان في خلال شهر 5 الماضي، وكانت التجربة ناجحة جدا. فطلب منا إعادة تنفيذ هذه التجربة بإقامة عدد من البرامج التدريبية وتحمل تطوير المهارات الإدارية، ويعتبر عدد من البرامج تعتمد أساسا على الريادة في المشروعات الصغرى والمتوسطة، وبرنامج مهارات كتابة المراسلات الإدارية والتقارير والقيادة الإدارية، مهارات الكتابة الصحفية وأساسيات إدارة المشروعات. طيب، البرنامج الرئيسي الذي يمتد لمدة 6 أيام هو البرنامج الريادة في المشروعات الصغرى المتوسطة، يقوم بتنفيذه المدرب المحترف المهندس يوسف حماد الذي قام بتصميم هذا البرنامج لمساعدة الشباب بعد أن تحصل على دورات متقدمة للحصول على ماجستير في إدارة الأعمال من بريطانيا. صمم هذا البرنامج لمساعدة الشباب لبدء المشاريع من بداية الحلم أن يكون هذا وينقل أن يكون فكرة، وثم يترجم لأن يكون بدراسة جدوى وانطلاق المشروع ومتابعة تنفيذ المشروع بعد انطلاقه لاستدامته وتطويره باستمرار. نعم. طيب سيد علي، هذه الدورة يعني لها أهداف، يعني هل توظيف المتدربين بعد هذه الدورة هو أحد الأهداف أم لا؟ نحن لا نستطيع أن نوظف أحد، ولكن نفتح أفاق بداية المشاريع ونقوم في اليوم. يعني ليس لديكم تواصل مع جهات مسؤولة في الدولة يعني؟ ليس بعد، لأن ما يجري الآن في الدولة الليبية لا يشجع بأن يتم الاتصال بها، فلا توجد يعني الأشياء التي تستطيع أن ننتزع بها أو الحصول على قرارات توظيف لهم، ولكن هؤلاء الأشخاص يجب أن لا نسعى لتوظيف هؤلاء الأشخاص بمواصفات الدولة. نحن نسعى لخصخصة القطاع الصناعي وبالتالي الرقي بالمستوى الاقتصادي للدولة الليبية. نعم. هؤلاء الشباب سيكونون من المبادرين
لتأسيس وتكوين شركات محلية ترفع مستوى الاقتصاد المحلي. ونحن في نهاية الدورات نقوم بتوجيه الدعوة لرجال الأعمال والمؤسسات الداعمة لبناء هذه المشروعات بحضور اليوم الختامي والذي يقوم المتدربون من خلاله بتقديم عروض تقديمية لمشاريعهم. إذا أشكرك السيد علي محمد عزيز مدير التنفيذي لشركة ليبتس، ونأسف لضيق الوقت. أما الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة لأهم وأبرز الأخبار الرياضية مع الزميل عبد الرؤوف الرياني. أهلا بك زميل عبد الرؤوف. صباح خير لك محمد، مني ومن كل الزملاء في قسم الرياضة بقناتنا. أهلا بك. آخر الأخبار الرياضية على المستوى المحلي. دائما هي جولة سريعة مع أبرز وأهم الأخبار الرياضية وخاصة على الصعيد المحلي. البداية دائما محليا نبدأ من أخبار الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم محمد. طبعا فريق النصر يقيل المدرب ناصر الأحضيري ويعين المدرب التونسي منير شبيل بدلا عنه. النصر بعد خسارته في الجولة السابعة مع فريق أهلي بنغازي في ديربي مدينة بنغازي مع فريق أهلي بنغازي بثلاثية مقابل هدف واحد، على غرار هذه الخسارة نشوف أن النصر يقيل مباشرة مدربه ناصر الأحضيري ويعين بدلا عنه المدرب التونسي منير شبيل. هذا شيء متوقع جدا، هذا يعني يمكن على غرار 4-5 أندية قامت بتغيير كادرها الفني وجهازها الفني أو المدير الفني للفريق. في الأخبار أيضا المحلية محمد، تصفيات أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عام. منتخبنا الوطني للشباب يوم الأمس يحقق فوز، لربما فوز هو معنوي في النهاية، فوز على المنتخب الكاميروني بهدف نظيف، لكن رغم هذا أن الكاميرون هي من تتأهل الآن للدور القادم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بزامبيا لهذه الفئة، فئة الشباب تحت 20 عام. فوز معنوي. دائما نعود إلى النقطة المهمة محمد، دائما المنتخبات والفرق الليبية تجد أمامها في إفريقيا عقبتين، العقبة الأولى هي التزوير والعقبة الثانية هي الظلم التحكيم. المنتخب الليبي للشباب صحيح أنه فاز على المنتخب الكاميروني يوم الأمس بهدف نظيف، ولكنه خسر في مباراة الذهاب في مدينة بافوسام الكاميرونية بثلاثية نظيفة. من هم الذين جاروا المنتخب الوطني؟ هم لاعبين حقيقة تفوق أعمارهم 19 عام أو 20 عام، يعني دائما هذا شيء وارد وهذا شيء معتاد، هذا هو الحال دائما في إفريقيا. أيضا في الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو تعود السباحة الليبية محمد، ولكن هذه المرة من خلال سباحة ليبية هي دانيا حجول. دانيا حجول تواصل استعداداتها الآن للمشاركة في الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو الشهر المقبل. هي سباحة ليبية. نعم نعم هذه نعم هذه هي المرة الأولى محمد التي تمثل فيها السباحة الليبية، السباحة الليبية هي سباحة ليبية ولكنها ستمثل السباحة الليبية في أولمبياد ريو دي جانيرو. والمزيد من التفاصيل نتابع الآن في تقرير الزميل مازن رجوبة. قد يجهل الوسط الرياضي الليبي اسم السباحة الليبية دانيا حجول، على الرغم من أنها سمكة السباحة الليبية في أحواض دورة ريو الأولمبية بعد أيام. دانيا حجول والمستقرة في بريطانيا تعيش آخر أيام معسكرها الأولمبي، فبعد انتظام مزاولتها للسباحة قبل 4 سنوات لتبدأ من هناك مرحلة التحدي ومنها إلى المملكة المتحدة، كون أحواضها فقط من استوعبت موهبة سباحة ليبية لم تجد الفرصة والإمكانات الكافية في بلد لا يرحب بقفز الأنثى داخل أحواض السباحة. دانيا والتي مثلت ليبيا قبل أعوام في بطولة العالم للسباحة والتي نجحت في خطف 3 ميداليات ذهبية في الدوحة القطرية، نجدها اليوم في حدث لطالما استهوى رغبات الرياضيين المجتهدين. طموح فاق سنها، فهي لم تتجاوز 17 من عمرها، ولكنها تدرك تماما بأن تواجدها في حدث كالأولمبياد كفيل بشرح ما تحمله الفتاة المتغربة. طاقم أجنبي لم يفارق السباحة الليبية التي تجهز نفسها للتحول من أحواض الاستعداد إلى أحواض الأولمبياد لترافق البعثة الليبية، وطامحة في تجاوز عديد العراقيل وللعودة لما لا بميدالية تدخل السباحة الليبية بين المتواجدات بالفضة والبرونز البرازيلي ولما لا بالذهب النفيس. طبعا
تقرير رائع وجميل جدا حقيقة للزميل مازن رجوبة محمد، يعني كان فيه كل شيء واضح. الآن السباحة الليبية دانيا حجول رغم صغر سنها ورغم أنها تقيم في بريطانيا لربما وجدت ملاذا هنالك في أحواض السباحة في بريطانيا. نتمنى أن تحقق هذه السباحة الصغيرة، سباحة السمكة الليبية الصغيرة، أن تحقق شيء في الأولمبياد القادم بإذن الله. أخيرا محمد، في آخر أخبارنا لهذه الجولة الرياضية السريعة، أيضا في إطار منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو، هنالك 45 رئيس دولة وحكومة سيكونون حاضرين حفل الافتتاح لألعاب ريو دي جانيرو. هذا ما صرح به وزير الخارجية البرازيلي خوسيه سيرا. على رأس هؤلاء الرؤساء سيكون هنالك الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وسيكون هنالك رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو رينزي، وأيضا الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، ورئيس كولومبيا أيضا مانويل سانتوس. هذا كل ما لدينا اليوم من أخبار رياضية. ما لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية مع على مشاهدي قناة النبأ إلا مشاهدة النشرات الرياضية إن شاء الله بحول الله تعالى. شكرا جزيلا لك زميل عبد الروف الرياني، نشكرك جزيل الشكر. ونعود إليكم مشاهدينا، حيث قامت وحدة الدوريات والتحري بفرع جهاز الحرس البلدي بسبها بجولة تفتيشية على أحد المصحات بالمدينة، وتم خلالها ضبط كمية من الأدوية منتهية الصلاحية. هذه الأدوية وبحسب المسؤولين تم ضبطها وهي تباع في صيدلية المصحة، حيث تم التعامل معهم حسب القانون بالحسم الإداري. وإلى رحلات المطارات الليبية لهذا اليوم، لنتعرف على وجهات الطيران المحلية والدولية. ستقلع اليوم من مدارج مطار ميتيغا الدولي بمدينة طرابلس 18 رحلة، منها 6 رحلات محلية و3 رحلات إلى الأبرق، ورحلة إلى تمن هند، ورحلة إلى أوباري، ورحلة إلى طبرق. أما الوجهات الدولية التي ستنطلق من مطار ميتيغا لهذا اليوم الاثنين 12 مرحلة رحلة، ومنها 6 رحلات إلى تونس، ورحلتين إلى صفاقس، ورحلة إلى كل من عمان واسطنبول ومالطا ونيامي، ورحلة إلى الإسكندرية عبر مطار لبرق، ورحلة إلى عمان عبر مطار طبرق. وإلى أسعار الدولار واليورو وأسعار العملات الأخرى مقابل الدينار الليبي، فهذه الأسعار تعتمد على معادلات التغيير الحية بين العملات، ويتم تحديثها كل يوم عبر يوم جديد. لا يزال الدولار الأمريكي يشهد تذبذبين بين ارتفاع وهبوط في السوق الموازية هذه الأيام، فبعد الانخفاض الطفيف اليومين الماضيين وصل عند إغلاق مساء أمس الاثنين إلى 4.900 دنانير، أما اليورو فقد استقر عند 5.550 دنانير، بينما بقيت أسعار العملات الأخرى كالليرة التركية والدينار التونسي والجنيه المصري تظهر على الشاشة الآن حسب سعر المصرف والسعر الموازي لها. وفيما يتعلق بالمواد الأساسية، فسعر طبق البيض ب7 دنانير، وسعر كيلو السكر ب2 دينارين، وزيت الذرة 4.750 دنانير، وزيت الزيتون 8 دنانير للتر الواحد. إلى أسعار الخضروات، فسعر كيلو الطماطم ب2.5 دينار، وكيلو الخيار ب2.5 دينار، وكيلو البطاطا ب1.25 دينار، وكيلو البصل ب1 دينار أيضا، وأما الليمون ب4.5 دنانير للكيلو الواحد، وكذلك الفلفل الحار ب3 دنانير.
أما عن اللحوم فسعر كيلو الدجاج بستة دنانير، ولحم الوطني 20 دينارا للكيلو، والإسباني 14 دينار، ولحم البقر 16 دينار، والإبل 18 دينارا للكيلو الواحد. الآن مشاهدينا نلقي نظرة على أبرز درجات الحرارة المتوقعة في أغلب مدن ليبيا. بهذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، ونذكركم بأبرز العناوين. الأساليب الصحيحة للتعامل مع الطفل العنيد داخل وخارج المنزل، حلقة اليوم حملت الإجابة. تحت عنوان الريادة في المشروعات الصغرى والمتوسطة، إقامة دورة تدريبية للعاطلين عن العمل. جهاز الحرس البلدي سبها يضبط كمية من الأدوية منتهية الصلاحية في إحدى الصيدليات بالمدينة. مشاهدينا يومنا الجديد انتهى، إلى أن نلتقي في أيام جدد أخرى. أتابعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.